على منوال الطبيب محمد مشالي رحمه الله، والذي لقب بطبيب الغلابة في مصر، طبيب تونسي في مدينة بنزرت شمال العاصمة اتخذ من عيادته الصغيرة مكان لاستقبال الأسر الفقيرة والمرضى من العاجزين عن دفع العلاج. ففي هذه القرية عرف الدكتور عربي لذيب بين أبنائها بمساعدة الفقراء من المرضى وكبار السن والعاجزين دون المطالبة بالأجر، في تجربة استثنائية لفتت له الأنظار. ومنطقة الماتلين هي من القرى الريفية الجميلة في مدينة بنزرت، قضى فيها هذا الطبيب حياته في خدمة المرضى دون أن يفكر في الأجر حتى، إذ يفتتح عيادته صباحاً ليبدأ عمله بين عمليات الكشف عن المرضى الذين يتنقلون للعيادة أو يقوم هو بالتنقل خارجها بين البيوت إذا ما استدعى الأمر ذلك. ولا ينكر الطبيب العربي لذيب أن مبادرته في علاج المرضى بالمجان خلقت له عدة مشاكل وعراقيل في القطاع، حيث قدم به بعض زملائه عدة شكاوى لعمادة الأطباء، سيما وأنه كثيراً ما يقدم الأدوية بالمجان. ما عناش أكل الغنية برشا، وبكلهم بنسبتوا في الريف، يسمى شكون يعاونهم وما تبخسوش، اللي يزيد عنده ما عندوش وما عندوش لأكثر الناس 90% ما عندهمش و10% عندهم، بوه هاك 90% هذاك لا نطلب عليهم بويزته كاملة، واللي ما عندوش بالسلامة، واللي ما عندوش جملة نعطيه من عندي. من اللي بديت لتو سنة 12 سنة أنا خدمت على مطور، بعد 12 سنة ولد فيسبا ولد دو سونتروا، عندي كهرباء، بعد 40 سنة عندي كهرباء فاميليا مادية ما عندي. ويرى الدكتور العربي أنه مواطن بسيط لا يختلف عن مرضاه، فعيادته بسيطة كبساطتهم، وهو يتألم لأوجاعهم متعاطفا معهم ومؤكدا أن قضيته الأساسية أن يكون نموذجا للأطباء الشرفاء وفيا لمهنته النبيلة التي جعلته محبوبا لدى الجميع في قريته. الخدمة بتاعنا هذه إنسانية قبل ما تكون مادية، إذا كانت تخلط المادي فوق الإنسان لا. وتو بعد 40 سنة سما جانب آخر ماذا بيا نقوله لكم، هو جانب سوسيال. سما برشا ناس مثلا باش يعارسوا بنات ويجيو يشاوروني ناخذها ولا لا. سما مرا ورجل ولا أبو ولد تعاركوا تجي تشكي تحب تشكي به ما نعطيهاش، نصلحهم قبل ما يمشيوا للبلايص الآخرين وتكبر. الضعيف اللي ما عندوش نعطي، المتوسط مثلا هو بيدو يجيب اللي يكتب يجي فيه البركة. وتقبل الأسر على عيادة الطبيب العربي لكفاءته طيلة أكثر من 30 عاماً قضاها في علاجهم من الأمراض، علاوة على تقبله بصدر رحب لضعاف الحال منهم، وهم يعتبرونه الطبيب الوحيد الذي زرع البسمة على وجوههم في ظل غلاء الأسعار، حيث يصل ثمن الكشف إلى 20 دولاراً في أغلب العيادات الخارجية الأخرى. دويني أنا، دوي لولادي. الحق هو الطبيب اللي وقت اللي نحتاجه لطبيب، وقت اللي ساعات أنت بفلوسك فهمت وما تجمش، يعني في حالات الغسرة وفي حالات اللي تستحق فهمت طبيب ما نلقاش طبيب، هو يجيني في أي وقت، يجيني ما 3 متاع الصباح، يجيني في الفجر. والحق فهمت يرحم والدي، نلقاه فهمت في كل غسرة،
يداوينا كيقول طبيب زويولة بالحق هو طبيب زويولة، يجري للناس الكل، طبيب متواضع برشا، يوصل حتى يعطي الدواء فهمت من فلوسه من جيبه الخاص. كطبيب يعني انسان الناس الكل تعرفه، انسان طيب، الناس الكل تحترمه، الناس الكل ولاد بلاد الكل يحبوه، يعاون الناس الكل اللي يمشي له مثلا زوال يعاونه. كل واحد نجم نقول كل واحد عمل له سوم بالعربي. شنو هو السوم مثلا؟ انك يمشي له واحد يرى مراه كبيره ما يطلبهاش بال، يقول له ادفع اللي عندك في البركه. ووقع تكريم هذا الطبيب من عدة جهات ومنظمات رسمية بعد أن انتبهت إليه مؤخراً بعض وسائل الإعلام في تونس باعتباره نموذجاً إنسانياً، غير أنه وإلى اليوم يعتبر أن تجربته نابعة عن إيمانه العميق بدور الطب في خدمة الفقراء والمعدمين، فالأطباء ملح الأرض وملائكة الرحمة وفق تعبيره.